عايزين نجربها يعني، نرنها برضو. دي هنا اهو، هنا قوم جاي اعمل ايه؟ سيف على اكزامبل جديد. باي ديفولت لو شغلنا احنا مش شغالين ماي سيكول، صح؟ لان الديفولت بتاعنا اصلا كان ايه؟ كان ماي اس كيل، ولا انا غلطان؟ احنا مظبطين كده، احنا مظبطين الريليشنال داتا بيس بتاعتنا باي ديفولت، هي لما تيجي بتتكلم عن امبلويز هي شغاله على الماي سيكول. طب فين نغيرها؟ نغيرها واحنا بنعمل كرييت الامبلي. ممكن اجي نقطه اقول له ايه؟ دي بي انجن، انا عملت امبورت الامبلي صح؟ يعني انا عامل هنا الامبورت لل هنا غلط، انا هنا غلط بقى على دوست جرين امبلويز، لا انا عايز انادي على الريليشنال داتا بيس. اقول له فروم ريليشنال داتا بيس امبلويز، هي دي انا عايزها صح؟ عندنا ايه تاني؟ ودي بي انجن عشان ابقى استدعيت مستدعيه الامبلويز والداتا بيس انجن، عشان اقدر انا اقول امبس بتساوي امبلويز، اقدر اقول هنا دي بي انجن دوت واختار انا عايز اشتغل على ايه؟ ماي سيكوال بريكت داتا بيس سيكوال سيرفر بوست بي، فانا اقول انا هشتغل على بوست بي. خلاص كده يبقى كل الشغل بتاعنا بقى بوست بي. تعال نجرب، تعال نجرب. لو جيت عملت كده كليك قلت له رن وقلت له دلوقتي، قلت له مثلا عايز عايز اجيب ليست رقم 5 ماشي. قال لي ايه؟ قال لي كانوت انباك ايه نون اتريبل نون تايب اوبجكت ماشي، يعني في اوبجكت جاي فاضي عشان هو بينادي على سيلكت اسيتس فروم ام بي سيلكشن وسيلكشن اوبشن وجيت اول، وهو بيعمل جيت اول وبيرن كويري بيقول لي انا لقيت نفسي ان انا مش اوبجكت اصلا، قلت له صح. تعالى نرجع نشوف ايه الغلط اللي عندنا. طب الغلط عندنا مش عندهم، قلت له كونكت دي بترتن ليك الكونكشن والكيرسر، خدت بالك؟ كونكشن والكيرسر دي الغلطه اللي كانت عندنا، والماي سيكوال كذلك كانت بترتن الكونكشن والكيرسر. يبقى المفترض دي بترتن ليا ايه؟ الكونكشن والكيرسر، بترتن ليه حاجتين مش حاجه واحده، وانا لو عملت لهم ريتيرن على كونكشن بس وذاك يجي يطبق ما بيعرفش يطبق. يعني لو انا جيت يعني لازم اقول له هنا ايه؟ لازم اقول له هيبقى هنا ريتيرن ليا كونكشن وكيرسر صح؟ الاثنين. طبعا ده بيعمل لو عامل له ريتيرن كونكشن وكيرسر عشان اخد الاثنين وارجع الاثنين في نفس الوقت، مش هينفع ريتيرن واحد بس. قلت له بنفس الاسلوب ده وانا بكونكت على البوست جري، اخد برضه كونكشن وكيرس وريتيرن كونكشن وكيرس، هنشوف هل هي دي كده المشكله اتحلت ولا لسه عنده اي بروبلم تاني. قلت له ماشي، انا اللي برضه مش قادر اكونكت سيلف دوت كونكت السطر ده عن الازمه، انا مش قادر اجيب الكونكشن عشان اشتغل عليه. قلت له ماشي خلينا نرجع كده. يعني هو لما جه يعمل ايه؟ هو عايز يقول لي وانا بنفذ العمليه اللي انت قلت لي عليها دي هنا اهو ما قدرتش، وانا بعمل كونكت دي ما قدرتش. طب انا هرجع الكونكت فين؟ كونكت كونكت دي تمام. خليني اقوم عامل هنا ايه؟ بريك بوينت. خلينا نيجي نرن دي نرنه بديباج. قال لي شفت عايز تعمل ايه؟ رقم 5. قال لي خلاص هنخش هنا. قلت له ماشي. قال لي هو انا الدي بي انجن اللي متحدد دلوقتي هي بوست جري اس كيو؟ قلت له صح. ده كلام سليم. ده كلام ميت فولو 18 بس ما تكتبش علينا.
قلت له ماشي، انا عايز ايه ستيب انتو يعني او ستيب اوفر عادي في 8. قلت له ماشي. طبعا ما جابش ايه، ما جابش واحد. بص دي كانت رقم 3. طيب هيروح على مين؟ على اللي بعدها. قلت له برضه انا معلش انا مش عارف ادوس على الاختصار مباشره، انا دلوقتي وقفت الفيديو. مش هقفل الفيديو. ماشي ستيب انتو اللي هو في 7. راح فين؟ خليني اشوفها. انا ما عرفتش تقريبا. هو فهمت انا كده، هو كده ما قدرش يجيب الكونكشن اصلا. ان هو ما قدرش، كانت مشكلته كلها ان هو ما قدرش يجيب الكونكشن. يبقى احنا كده ممكن يكون بسبب ان هو ما قدرش يتعرف على يعني لما عدينا كده هو بيجيت امس. ماشي هوريكم انا اقصد ايه. هو بيعمل كونكت هنا. تمام، هو هنا هو بيعمل كونكت، هو فقد اصلا الايه العمليه ذات نفسها. يعني هو ما قدرش يفهم التريبل اللي احنا عملناه، ما قدرش يفهم التريبل اللي احنا عملناه لانه يعني ما جابش الرقم مباشره. انا بس هعمل حاجه صغيره عشان اتاكد ان هو بيقدر يفهمني. هقول له برنت سيلف دوت داتابيز انجن عشان يوريني بس هو فاهمها ولا مش فاهم الكود، مش فاهم الاي دي وفاهم النيم. يعني هو عايز نكتب الاسم، الاسم مباشره بس. هي دي القضيه اللي ممكن يكون فيها اختلاف يعني. فانا عشان كده خليته بس يطبعها لي نشوف هو فاهمها ازاي. طبعا بيقدر يضرب بس انا بشوف هو فاهمها ازاي وهو بيطبع. قال لي بص هو طبعها اللي هي مش فاهمها، هو فاهمها دي بي انجن دوت بوستنج. قلت له حقك عليك، انا اللي تسرعت. يبقى نرجع كده تاني. بدل واحد هقول له لو كانت داتابيز انجن بتساوي دي بي انجن دوت ماي سيكول كده في المقارنه، بلاش اقول 3 او 2، دي بي انجن دوت بوست بي كده. تمام، مش يقدر يطابق في المطابقه بتاعته على طول مباشره لان ما حولتهاش اي دي. تعالى ايه نتست من تاني. بسم الله هقول له 5. تمام اشتغلت معايا. طبعا دي ايه، دي تاكيدا لينا احنا، لكن هو طبعا احمد هو الوحيد اللي موجود في البوست جريد داتابيس. الماي سيكوال لازم طبعا اقوم بالماي سيكوال، انا ما كنتش اقوم بالماي سيكوال. في نفس الوقت تكون فيها الداتابيس دي وفيها البيانات دي انا مش متذكر. فانا هروح اقوم بس الماي سيكوال ليعمل تيستنج. تخيل ان الداتابيز ما كانتش متكريته، تخيل الله اعلم. بس طبعا الغير الوحيد اللي هو الايه؟ الانجن. طبعا انا ممكن اضم اليوزر، اقول لليوزر سيلكت داتابيز تايب او داتابيز انجن وبيدخل هو الداتابيز اللي عايز يشتغل عليها ايه، هو كمل السيستم بتاعي ما عندوش اصلا اي مشكله باي نوع. فخلينا نقوم بس كده الماي سيكول اشوف هو قادر يلاقي الداتابيز ولا لا. اكيد قال لي طبعا داتابيز اكسس دينايد، اليوزر غلط، يوزر نيم غلط. قلت له صح حقك، اليوزر نيم كان عندنا الداتابيس كان اسمها ايه هنا؟ حد يفتكر؟ محدش هيفتكر، انا هدور هعرف. احنا في هنا هنجيب نعمل كود نجيب نقوم السيرفر نبعت له الداتابيس انجن ونبعت له السيرفر والداتابيس واليوزر والباس. السيرفر والداتابيس واليوزر والباس. قلت له خلاص انا ممكن اعمل كده يعني. وانا بس بدي الماي سيكوال، انا مش فاكر طبعا الماي سيكوال اللي ممكن اقدر اخش على بي اتش بي ماي ادمن. كان عندي باي دي بي، في عندي باي دي بي واحد صح فاهم ليه، بس يمكن اليوزر ده لا مش متذكر. يمكن اليوزر ده لا. قلت له ماشي مفيش مشكله، الداتا بيس بتاعتنا اسمها دي واي دي بي دي على ماي سيكوال اسمها كده دي واي دي بي فاهم ليه صح. قلت له ماشي هي اسمها بي واي دي بي
ويوزر نيم على ما خلينا في روت، انا ده اللي متاكد ان هو موجود عندي ومفيش باسورد، ده اللي انا متذكر متاكد ان ده موجود عندي. حددت الداتابيز وحددت الانجن، حددت الداتابيز واليوزر نيم والباسورد عادي، لان احنا مظبطين ده اصلا. لو جينا عملنا دلوقتي ران بسم الله كده ونجيب الليست ندوس 5، اخذ وقت شويه بقى كده قال لي الهوست سيرفر، هو نسينا اسم السيرفر معلش سوري، نسينا نحط كمان السيرفر وده برضه احنا محددينه اللي هو لوكال هوست، يبقى لوكال هوست على بي واي دي روت ونفس الباسورد صح. تعالى بقى لي ريران هات الليسته 5 جاب لي الناس اللي موجوده في الماي سيكول، هو كود وهو كود الدماغ، قال لي هو محمد حسن وقال لي عبد القادر حربي وقال لي طه مهدي والدنيا تمام. وانا بكريت الاوبجكت ممكن اعمل فانكشن اليوزر هو يختار داتابيز انجن ويدخل لي اليوزر نيم والباسورد